راح شنو ليفر ليفر اروح من الرايت ليك فوسي بالبيشن ويا الانسبيريشن اضرب لحد ما احس بالليفر. اذا ما حسيت فيه ما حسيت فيه شو اسوي؟ بيركشن اوكي لحد ما يصير دل. من فوق من الليفت من السكند انتركوستال سبيس انزل من انجل اوف لويس انزل اشوف ايش قد هاي الدمس ايش قد السبان مالته اللي وش قال 12 زائد ناقص 2 لو 14 زائد ناقص 2 هيباتومي جيلي اوكي ممكن هيباتومي جيلي ممكن وممكن اكو اشياء اخرى بالاكزام يعني بالليفر يعني ممكن يكون ليفر تندر هيباتايتس ممكن نوديلا سيروسيس ممكن ماس مالجنس يعني مكان هاي الليفر سبلي للفت الليفوسه واصعد اوكي وإذا ما لقيته أسوي سبورت تفريق الليفر عن السبلين عن كدني قرواته يعني خلاص لازم في سيلو أوكي كدني وراها أجي باي مانيوال باي مانيوال والله بال هاند سبورت رايت هاند بالبيشن في الجي تي هناكن لا هناكن أحرك المرأة في الجي لا بس هذا أنا قصدي إنه اللي فوق الرايت واللي جوا الليفت قصدي الحركه بس القيد هذا احمد الحسني اوكي يعني فصل اكيد هذا من ناس سبورت من اجي من هناك يسوي اجي سبورت اوكي هاي يسموه بالوتابل بالوت يعني وحده تثبتها الثاني حرك بعدين هاي تثبتها حركها او تحس اوكي وهم انسبيريشن هم ياخذ انسبيريشن او تنزل فيه نورمالي نورمالي بس رايت ممكن بالوت بس اخليها بس اثبت بس اثبت اسمع اكو ذا سايتس عمار بالوتابل شلون اسويها؟ اللوتابل السايتس هاي هيجي هاي الحركه اضغط بسرعه اضغط مرتين اذا احس انه جاي ترجع ويف عليه فمعناها اكو اورجن جوا اوكي اللي ورا هسه خلصنا بالبيشن لا ما خلصنا عندنا الليمف نود باريورتي اوكي اللي هي سوبيرو لاترال تودي امبلايتس عندنا الايورتيك سبان عرفوه عندني انه احس البلسيشن مال الايورتي وشو قد المسافه مالته هاي ما اعرف اوكي اول مره اسمع انه احس ايش قد البلسيشن مال الايورتي وين احس اوكي حسيت اذا حسيت يعني في حال بس انا جاي احس يعني اشوف ايش قد بعد مسافه يوصلن بينا شو ايش قد هاي الكميه وثاني شيء اشوف الاكسبانشن لاترالي لو انتيريالي اذا لاترالي انيورزم اوكي اذا انتيريالي لا نورمال ايورتي سلبتين انكسيا سبيس اوكي ينحس بعد شنو نسوي هسه خلصنا بعد عندنا بيركشن هنسوي بيركشن بيركشن اذا واحد عنده ساعتس عندنا شيفتنج دلنس عرفوها لو اشرحها هسه هو عنده ساعتس هاي بطن وبيها ساعتس الانتستين تطفو بالنص راح يكون ريزنت من افتر اروح على الفلويد دول اقلبه وانتظر شوية صار هذا المكان ايش اسمه 15 ثاني 30 اوكي هنا صار هذا صار رزنة ارجع من هنا صار هذا اذا تنس السايتس قوي اكو شيء اسمه فلويد فول حط اصبع اضرب يصير عندي ويب احس This is percussion percussion لاستخدامات اخرى طبعا قلناها بالليفر والسبلين والثلاثه في السالفه وبعد شنو ايش عندنا بالبالبيشن البلادر كل ما ينسى اوكي ليتر طبعا هاي مهم جدا خاصه عندنا مرتينشن اوكي يعني واحد ما عنده يورين اوتبوت اوكي يقول انت ارينا فيليار هاي موفينيمي اعطيه فلويد اعطيه فلويد اعطيه فلويد يطلع هيك شمس اوكي اللي يطلع عنده اوبستراكشن خاصه ريكوار هاي فورستا اوكي بعد ايش عندنا بعد بالبيشن بيركشن خلصت يعني اوسكولتيشن اوسكولتيشن مكبرنس بوينت قلنا انه المفروض ايش قد دقيقتين ماكو هذا يلا نقول ابسنت باول ساوند الطبيعي من 3 الى 9 بالدقيقة اوكي عندنا اكزاجريتد باول ساوند وين يصير؟ لا الواحد هانجري جوعان اوكي واحد ارتبط هو انشيوس هايبر ثايرويد حركة باول بسرعة اهم منه ايرلي انتستان اوبستراكشن ايرلي انتستان اوبستراكشن بالليت يصير ابسنت باول ساوند اوكي بالدايناميك اوكي يصير ابسنت باول ساوند اكو شيء اسمه تينكلينج ساوند انه يعني شيء مثل ما جاي ينزل ما تحركه هو بس الفلويد جاي يتحرك بين هاي تينكلينج هذا هم يصير بال يعني ليت مو بال يصير بالباراليتيك الياس هذا اوكي لان ماكو ابستراكشن بس ماكو حركه الباراليتيك الياس لو تينكلينج لو ماكو ساوند اوكي اكزاجريتد ساوند اذا تسمعها باذنك مو بالهذا شو يسموها؟ يسموها بوبر ريجلي
اسمه بوبر ريجمي اوكي يعني صيح هاي يسموه مات ابدومن اوكي يعني ابدومن اصلا يعني واحد بطنه تقطع اطلع ما اوكي ذس از اوسكولتيشن خلصنا اوسكولتيشن بالفم وبالذات ياه ياه اسكولتيش هنا كود اني مجانيه بروي يعني اسمع الرين اهم واحد عنده بروي مال الرينال ارتري واحد وهم بالليفر بالهذا بالايورتي بالفمال ارتري اهم شيء واحد على بروي كان يعني يسوي هذا قول هسه ايش عندنا بعد بالبيشن اكو عندنا المست فيتشرز ان ابدومال اكزامينيشن اشياء ويا الابدومن ايش عندنا؟ ليف نود والباك تمام ويا الابدومن عندنا الباك جود اللي هو احنا فحصناه مفروض هاي اللي يضربون الرينا ها الرينا ميرفي بانش اكو يعني لان سبيشال تيست يسموها اذا اشياء كل ستاتس عندنا ميرفي حكينا عندنا الرينج انجل هاي هنا الاخر كوستال كارتج هنا موجوده الكدني فاذا عنده تندرنس اكو مشكله بالكدني اذا ما صار عنده تندرنس اسوفت ويك بانش اوكي ميرفي بانش اذا صار تندرنس بوزيت هاني سبيشال تيست بعد ايش عندنا جيني ساري بعد عندنا نيغوانال نفنو عندنا جينيتاليا جينيتاليا عندنا بي ار اوكي هاني اورفيسز هاني الاورفيس اوكي يعني كل هنا دوم هاني الاورفيسز شلون افحصها اذا كان يعني هو بالكف قلت احطه اشوف هيك اشوف كف مبص ولا اكو ماس ولا هسه بي ار في نقاط قالهم على الاوديسيون بي سي بي ار انسبكشن اول شيء اول شيء عندك بين لا اوكي لا اول شيء تبي برايفت تشرح لي ايش راح تسوي او جود لايت وقياك شابيرون هذني اوكي بي ار شابيرون وجلوف وليبريكنت اوكي اكسبلين تو ذا بيشنت تقول له ممكن ديسكومفورتبل يو ويل فيل ذات يو ويل ديفيكيت بس اتس نوت يعني ما راح تصير تحس راح ديفيكيت بينما هذا مو صح يعني اوكي عمود ما يخاف اوكي جلوف بوزيشن تسوي له جود لايتنينج اول شيء شو نسوي انسبكشن باع المكان بخرج بيوتي اطول باع الجنس كل شويه يعني تشتري كذا سكريشن ابسيس ماس زين وارد فيشر نيجي بالبيشن اروح البوستير ريت نضغط شويه لحد ما يصير ريلاكسيشن وراها نطبق الصحنه اوكي على كيف هاي يسموها ستاتيك موشن يعني هاي الاوبننج مو شيء اطبق ايدي اجي من الطرف تشوفون ستاتيك اوكي عم نسمو بينبل اوكي اسانتيريال افر ايدي شيء افر ايدي اوكي عم افحص كل شيء انتيريال بروستات مهمه السيرفكس بالفيمال سيرفكس بالفيمال بوستيريال اللي عندنا باوش هذا بالفيميل الدوغنس بالفيميل اوكي لا تعلم كلش مهم وممكن نفحص شنو التون انا بالداخل اقول له خلص ممكن بعدين اشوف بعدين انزل اشوف شنو الكونتنت اذا في شر كونتنت شنو اكيوت في شر كرونيك اكيوت في شر سمارت انديكيشن هسه هاي خلصنا الابدومين خلصنا اكزامينيشن